بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. يا سادة، احنا بيمر علينا الأيام دي وبمناسبة نتيجة الثانوية العامة، حابين نتكلم مع بعض عن جليس مهم قوي في حياتنا. الجليس ده اللي هنتكلم عنه النهاردة بيزيد أهميته جدا جدا في المراحل الانتقالية في الحياة، زي مرحلة النجاح في الثانوية العامة وما سيكون بعد ذلك من اختيار بقى الجامعة واختيار النظر إلى المستقبل. احنا بنتكلم عن حاجة، عن جليس يتعلق بالمستقبل، والجليس ده مهم ان احنا نتكلم عليه بدري. صحيح مهم ان نتكلم مع أولادنا قبل حتى الثانوية العامة، نتكلم معهم حتى في بدايات مرحلة المراهقة عشان يقدروا يظبطوا نفسهم ويقدروا يتكلموا عن ده. احنا نتكلم عن جليس دقيق جدا جدا جدا، ساعات كتيرة ما بنكونش مهتمين بيه، وعشان كده احنا عايزين نقف معاه ونتكلم عنه بهدوء ونتكلم عنه بحكمة. لان الحقيقة اللي معاه الجليس ده وبيخرج احسن ما في هذا الجليس بيسعد كتير في حياته. الجليس ده هو التخطيط للمستقبل، وعشان نقدر نتكلم عن الجليس ده بشكل علمي وشكل دقيق، كان لازم يبقى معانا احد اهم الخبراء اللي انا في الحقيقه بسعد بيه وبتعلم منه كتير، وهو استاذنا الدكتور طريف شوقي. استاذنا الدكتور طريف، ازاي حضرتك؟ اهلا يا مولان. احنا دلوقتي بنتكلم خلاص، الناس في خضم بقى اختيارات ما بعد الثانويه بيتكلموا عن المستقبل. ازاي نقدر نقول لهم بعض الانوار وبعض الاشياء اللي تساعدهم على التخطيط للمستقبل؟ الحقيقه انا مبسوط من اختيارك جدا، لانه ده موضوع تقريبا عايش جوانا كلنا، بس اللي فهمه هيقدر يتعامل معاه زي اللي بالظبط، اللي عارف قلبه شغال ازاي، فلو حصل مشكله هيتعامل معاها. لكن اللي مش يا سلام على التشبيه ده يا استاذنا، تشبيه حلو قوي. ليه بقى؟ احنا كمسلمين مثلا، ده المستقبل جزء من حياتنا اليومية. احنا كل سلوكنا تقريبا اليومي احنا بنعمله عشان المستقبل مش عشان الوقت. صحيح، احنا كل صلاتنا وكل عباداتنا عشان احنا باصين لمستقبل. صحيح، ومستقبل بعيد كمان، ده مش مستقبل قريب، ده مستقبل مش استراتيجي. انا بسميه المستقبل بعد الاستراتيجي، اللي هو المستقبل اللي بيتكلم عن اليوم الاخر وبيتكلم عن الجنة. هو يعني ربنا عايز يقول لنا ان المستقبل جزء من حياتكم. صح، عشان كده انا عايز اقول مثل، هقول حاجة عامة الاول وبعدين هروح للشاب الصغير او البنت الصغيرة. المؤسسات الضخمة في العالم اللي ما عرفتش تبص للمستقبل اختفت. صح، يعني مثلا في مثالين شهيرين جدا عندنا، كودك، شركة كودك، لسه كنت اقول لحضرتك، اللي هي الشركة بتاعت التصوير، اللي هي كان عندها كل همها ان هي يبقى الفيلم 36 صورة. ما انتبهوش ان المستقبل للديجيتال، للرقمي، اختفوا. نوكيا ما بصتش لفكرة السمارت، تقريبا بتختفي. لكن الشركات اللي بصت للمستقبل، يعني مثلا في شركة شهيرة جدا، جيف بيزوس اللي هو صاحب شركة أمازون، بص للمستقبل وهو شاب صغير في التسعينات، حتى اختار اسم الشركة من خلال نظرة مستقبلية. هو كان عبارة عن مكتب صغير، شقة، لكن سماها أمازون. ليه أمازون؟ أصل أمازون أكبر نهر في العالم. صحيح، فشركته لازم تبقى أكبر شركة في العالم. وبعدين لو طلعت حضرتك عامل فروم A to Z، عامل سهم من الـ A للـ Z بكلمة أمازون، لأنه هو بيقول وهو في مكتبه الصغير، أنا هلبي كل احتياجات عملائي فروم A to Z، فمن هنا بقى أكبر شركة في العالم. فتعال نروح للشاب بتاعنا ده، إحنا إزاي تخطط للمستقبل بحيث يبقى هو الحاضر بتاعك. صحيح. الصينيين عندهم مثل حلو قوي، وانا صراحه يعني حاسس انه عملي قوي. يقول لك ليس المستقبل ما سياتينا، ولكن ما سنذهب اليه. صحيح، احنا رايحين له، احنا عارفين رايحين فين.
الأمريكان لما قرروا في الستينات كينيدي إنه يروحوا القمر راحوا وسيطروا على العالم الوقتي، الاتصالات ووادي السيليكون، يعني عرفوا إن المستقبل رايح فين. فعشان كده عاوزين نقول للشباب في ثلاث أسئلة لازم تسألهم لنفسك وأنت بتتكلم عن المستقبل. ما الذي تريد أن تكون عليه؟ ولماذا؟ وكيف؟ فدي ثلاث أسئلة لو كل واحد منا سألها هو أنت عايز إيه بالظبط؟ عشان تحدد أنت عايز إيه لازم أولاً ده يتناسب مع قدراتك. يعني مش معقولة واحد مثلاً عنده نظره مش قوي ويخطط إنه يبقى طيار، لأنه مش متناسب مع قدراته. ولو تلاحظ حضرتك في الجامعة، إحنا في الجامعة طبعاً وعارفين طلبة بيخشوا كليات مجبرين عليها عشان رغبات أولياء أمورهم، بيفشلوا في أول سنة على طول. صحيح. لأنه دي ما تتناسبش مع قدراته، لأنه هو معتقد، وده فكرة خطأ جدا، فكرة كليات القمة. اللي بيدير العالم يا مولانا مش خريج كليات القمة على فكرة. اللي بيدير العالم خريج الكليات العادية. ده في العالم كله مش عندنا. يعني باراك أوباما ده خريج حقوق، وقبله فالقضية مش كده خالص. أنت بتقدر تنجح من خلال، الإمام علي بن أبي طالب ليه حكمة جميلة يقول لك قيمة المرء بما يتقن، إذا أتقنت أي حاجة هتتميز، المهم تحبها وتتناسب مع قدراتك. فيبقى ما الذي تريد؟ ده الأول سؤال. طب لماذا؟ هو أنت عايز تبقى في مستقبلك ليه؟ لأنه أنت إذا قدرت يبقى ليك رؤية وعندك هدف كبير بتخدم بيه مجتمعك ونفسك. يعني أنا شخصياً من وأنا صغير أنا كنت مخطط وأنا طالب صغير إن أنا أبقى أستاذ علم نفس. ليه؟ كان نفسي أبقى متخصص في تنمية القادة فمن صغري وأنا لسه. وحضرتك بتعمل كده بالفعل يا أستاذنا، يعني حضرتك بتقول لنا دايما نقول لأولادنا ونعلم أولادنا ماذا ولماذا وكيف. كيف بقى هنتكلم عن خطط. يعني أنا عايز أبقى مثلا مذيع ناجح، وصراحة زي حضرتك أنا مبسوط منك كمذيع. يعني الله يبارك في حضرتك يا أستاذ. المذيع ده لازم عنده ثقافة واسعة. من لم يخرج من إنجلترا، الإنجليزي يقولوا لن يعرف إنجلترا، ومن لم يخرج من تخصصه لن يتقن تخصصه. صحيح. الذي عنده ثقافة واسعة عشان حتى ما يكتب لي، أنا بحس طول الوقت أما أقرأ له. إحنا كنا زمان نقرأ الأستاذ أحمد بهاء الدين والأستاذ حسنين هيكل، نحس إن في كل مقالة عقلنا طول سنتي. حلو تعبير عقلنا وطول سنتي. طبعا. فإحنا عايزين أولادنا لما يخططوا أستاذنا عقلهم يطول عشان يقدروا يمسكوا بأحلامهم ويقدروا يمسكوا بما اللي هم حطوها. يبقى حضرتك أستاذنا بتقول لنا لازم يبقى في ما ويحدد هو إيه هدفه ولماذا هو اختار ده، ولازم يكون دوت موافق لقدراته، وفي الآخر لازم يكون مخطط جيد للوصول لهدفه ده. وحضرتك بتقول له إن ده هيوصله لهدفه. والنتيجة هقولها حضرتك، نختم في جملة سريعة كده، إن أحلام اليوم إنجازات الغد. يا رب دايما يكون يا رب يكون دايما أحلام اليوم إنجازات الغد لأولادنا. وأنا شاكر لحضرتك دايما الاستنارة اللي حضرتك بتقدمها لنا، وجزاك الله خيرا أستاذنا الدكتور طريف شوقي. شكرا لحضرتك يا أستاذنا.